فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ثبت أن عطرا من العطور فيه كحول فهل يجوز الصلاة في ثياب فيها هذا العطر؟ إذا كان الكحول باقية مع الطيب ومع العطر باقية الكحول فلا يجوز، أما إذا كانت تلاشت مع العطر ولم يبق لها وجود فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.